ده المثال بتاع فكره البلوكينج اللي احنا قلنا عليه، وقلنا ان احنا طالما داخلين على النود جافا سكريبت فاحنا شغالين نون بلوكينج، يعني مش معنى ان ستيب 1 ولازم تتنفذ الاول ثم ستيب 2، ممكن ستيب 2 تتنفذ عادي طالما ستيب 1 لسه قاعده تتنفذ، فبالتالي انا مش هبلوك البروسس الثانيه لحد ما البروسس الاولانيه تتنفذ. طيب انا هعمل ايه؟ هعمل ده كده ستيب 1 وستيب 2 تمام زي الفل، انا بس هعمل شويه موديفيكيشن بس كده، ان انا ممكن اخد اللوب اللي موجوده دي واحطها في فانكشن كتعديل، اسميها مثلا الفانكشن اسميها لونج ران كسيميوليشن. اوكي، ستيل نفس الفكره كده، هي نفس السامبل بتاعنا هو على فكرة البلوكينج، ولكن انا هغيره دلوقتي لفكرة النون بلوكينج، نفس الريزلت اللي كانت قبل كده خلاص. طيب انا علشان اخلي الكود بتاعي ده يشتغل على النون بلوكينج، فانا عندي حاجة ميثود اسمها set timeout. الميثود اللي اسمها set timeout دي بتبدأ تديني ميزة ظريفة قوي، اللي هي ايه؟ ان انا اقدر اهولد او اعمل كول باك للفانكشن جاست ان الفانكشن دي هتبدا تتنفذ. طيب ده معناها ايه؟ ده معناها ان البروسيس الاولانيه اللي موجوده عندي هتتنفذ عادي مفيش مشاكل خلاص. طيب لو انا عندي البروسيس الاولانيه دي هتاخد وقت، طيب وبروسيس الثانيه اللي هي console.log اللي هي بتطبع ستيب 2 جاهزه تبدا تطبع عادي ومفيش مشاكل ومش هيحصل لها بلوك، وبعد كده تيجي البروسيس الثانيه اللي هي بتطبع مثلا كونسول دوت لوج او بتطبع واتيفر اي حاجه تبدا تشتغل. طيب انا هخلي دي كانت اول حاجه بتظهر عندي خلاص، ودي كانت المفروض اخر حاجه، وهخلي كونسول او اللي هي اللونج رن دي هغير في الفانكشناليتي بتاعتي. لو بصينا على سيت تايم اوت بتاخد حاجه اسمها فانكشن. عندنا يا جماعه قبل ما نبدا نشرح الست تايم اوت، عندنا حاجه اسمها الاكسبريشن فانكشن. يعني بمعنى ايه؟ انت كنت دايما متعود وانت بتعمل الفانكشن بتاعتك بتقول مثلا فانكشن اسميها مثلا سي هالو مثلا، اوكي، وابدا اكتب الفانكشناليتي بتاعتها. ممكن اعمل الكلام ده كالتالي، اقوم قايل ايه؟ نفس الفكره فانكشن ومعامل متغير اسمه var say hello خلاص، وبكتب الفانكشن دي وبسميها anonymous function، وبكتب ال whatever بقى من الفانكشناليتي او الكود اللي انت كنت عاوزه، ولما تحب تعمل كول قول له say hello كانك انت عملت لها كولينج. اوكي، طيب بنفس الطريقه دي set time out محتاجه function، فانا ممكن اقوم كاتب الفانكشن بتاعتي اللي هي anonymous function. اوكي، كتبتها، ثم بعد كده هكتب whatever من الفانكشناليتي اللي انا كنت عاوزها. انا كنت هعمل مثلا حاجه بتعمل فور لوب اي اوكي، ثم بعد الفور لوب انا عاوزها مثلا، الفور لوب دي كانها بتضيع وقت بتعد عشان تاخد وقت من الملي سكند اللي انا بعمله، ثم هقول له مثلا console.log، هقول له مثلا الميدل لونج ران. اوكي، طيب طبعا لو انت بصيت بالترتيب بتاعك المفروض ستيب 1 تتنفذ الاول، ثم بعد كده لونج ران تتنفذ، ثم بعد كده ستيب 2 تتنفذ، بس ده مش هيحصل لان set time out مش هتعمل بلوك للبروسيس بتاعتي، بل بالعكس هتخليها تتنفذ وقت ما تتنفذ. اوكي، لو step 2 هتكون جاهزه هتتنفذ عادي. اخر حاجه بس في set time out دي بتاخد منك تايم اوت، او بتاخد منك رقم اللي انت عاوز تنفذ البروسس دي بعد امتى. انا مش عاوز استنى ست تايم اوت دي، ممكن تعملك هولد للبروسس دي مثلا بعد وقت معين، انا هقول له صفر، يعني بمعنى نفذ لو انت جاهز نفذها، بس على الرغم ان انا هكون جاهز. اوكي، ولو جيت اعمل رن كده بتقول ايه؟